المصور كما تلاحظين بعض الأشخاص نعم. يقفون لتوزيع المياه نعم. أمامكم يعني بصناديق للمياه حتى نعم. الزائر وهو يجري بهذا العزاء لا يقف وإنما يأخذ كاسة الماء ويجري مباشرة لأداء هذه الشعيرة. كما تلاحظون الأعداد المليونية تسير مجموعة خلف مجموعة لكي لا يحصل هناك أي تماس وانصدام أو اصطدام ما بين نعم. مجموعة ومجموعة أخرى. الكل يشارك الصغار والكبار عدا مشاركة النساء كون هذه ركضة وقد يحدث هناك صحيح. تدافع ما بينهم. فترى الرجال وبملابسهم السود وأعلامهم الخضر يتجهون لإحياء هذه الشعيرة الحسينية. جاسم كم من الوقت يعني درجة الحرارة. كم من الوقت ممكن أن تستمر هذه الركضة أو الوقت نعم. المتوقع؟ هذه الركضة تعتمد على عدد الزائرين المشاركين نعم. بعزاء ركضة طويريج. في بعض الحالات تصل للساعة الثالثة وبعض الحالات للساعة الثانية حسب زخم هذه الركضة نعم. المتواجدين بها المعزين. فالكل يشارك ملايين يعني يشاركون بهذه الشعيرة الحسينية لا يقف الأمر عند عدد معين من الزائرين. نعم. طيب جاسم هل رصدتم أي حالات تدافع إغماء أو حالات اختناق لغاية هذه اللحظة؟ هذه اللحظة وبسبب آلاف المنتسبين من العتبة الحسينية والعباسية وآلاف المتطوعين اليوم لا يوجد هناك أي تدافع. فخطة عزاء ركضة طويريج هي خطة كاملة وشاملة حالها حال خطط الزيارات المليونية. فيتم رصد وتوزيع وقطع الطرق حسب جداول وحسب نقاط أساسية لكي لا يحصل هناك أي تدافع بهذا الموضوع. ولكن لو يعني نرى الموضوع بجانب آخر فهذه الحشود المليونية بالتالي أكيد يحصل هناك صحيح. زخم ولكن الاعتيادي وليس الذي يصل لمرحلة الاختناق وإنما الاعتيادي. وسبحان الله يوم أمس كانت الأجواء حارة جدا بدون هواء نعم. اليوم يعني سرعة الرياح في محافظة كربلاء 26 كيلو متر بالساعة. هذا ما يجعل الأجواء سهلة بعض الشيء على الزائرين بالرغم من درجة الحرارة اليوم التي بلغت 47 درجة مئوية. وترى المعازين لا يهتمون ولا يبالون بهذه الظروف الجوية. طيران الجيش العراقي كما تلاحظين أمامك مشترك بهذه الطيارات موجودة فوق المراقد المقدسة لضمان أي حركات غير معهودة أو يعني إجراءات أمنية قد تكون مسيطرة عليها من قبل الجيش العراقي. كما تلاحظين عادة ما أقول الآن أنه سوف يتقلص العدد أو سوف يقل العدد ولكن أنصدم بهذه الحشود المليونية. فكلما تقدمت أكثر كلما أتت خلفها أكثر بعديد بالأعداد الكبيرة. وكما تلاحظين الآن حشود تنطلق أكثر من بداية هذه الركضة وحاليا هي لم تصبح ركضة بحد ذاتها كون الزخم الكبير لا يجعلهم يركضون وإنما تصبح طريق المشي على اعتبار أن هذه الشعيرة بلشت في بدايتها كانت هناك أعداد قليلة. والآن كما تشاهدين أنقل لكم هذه الصورة المباشرة من منطقة ما بين الحرمين الشريفين وهي اغتظت بصورة كاملة بالزوار والأعلام السود والأعلام الخضر وهم يتجهون لحرم الإمام العباس عليه السلام. وهذه المشاهد الخالدة من أرض كربلاء المقدسة. طيب جاسم يعني وأنت في الميدان هل رصدتم آراء المعزين ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات والتنسيق؟ بالحقيقة المعزين اليوم نراهم وهم يعتبون على شيء واحد فقط نعم. اللي هي على الحكومة المركزية
بالتقصير بحق كربلاء من ناحية الكهرباء والماء، وهذا العتب الوحيد الذي سمعته بأذني، ويطالبون الحكومة المركزية بوضع كربلاء بنصب أعينهم، كون كربلاء هي تحتضن سنويا أكثر من 40 مليون إلى 50 مليون سائر يتوافد لهذه المدينة العظيمة لنقل شعائر الإمام الحسين عليه السلام. ولكن هذا التقصير الوحيد الذي نراه يحصل في عادة في هذه الزيارات، كون الحكومة المركزية لم تعطي الحق لكربلاء. يعني كما نشاهد جاسم هناك نعم هناك زيادة في أعداد الزائرين. نعم هذه الزيادة سوف تحصل بصورة مستمرة. نعم. كون كما أستفت بهذه المنطقة اللي موجودة على يساري اللي هي شارع قبلة الإمام الحسين عليه السلام وشارع الجمهورية، يتوافد المعزين للدخول لحرم الحسيني المطهر وحتى الخروج في منطقة ما بين الحرمين الشريفين. نعم. الحشود كما أسلفت أنه يتوزع على شكل وجبات. نعم. لكي لا يحصل هناك تدافع، هناك بعض المنسقين لديهم أجهزة تواصل اللاسلكي مع الجهات المعنية التي مسكت هذه الطرق. نعم. فعندما يحصل هنا زخم كبير تنغلق هذه الطرق، وعندما يكون هناك فسحة من المجال بمنطقة ما بين الحرمين الشريفين فيفسحون ويفتحون أيضا الطرق لتوافد الزائرين. كما تشاهدين الآن هذه الحشود الآن امتلأت منطقة ما بين الحرمين الشريفين. نعم. ولا يوجد متسع من المكان لاستقبال أعداد أكثر من هذا الشيء، ولكن يبدأ هنا تنسيق بإعطاء دور الفعال بعدم حصول أي زخم. أي زخم ما بين المعزين. أترككم مع هذه الأجواء من منطقة ما بين الحرمين. نعم. وحسين وحسين وحسين
مأجور عمي مأجور رواق رواق الأبواب مفتوحة ما أحدكم عمي ما أحدكم هذا لطمنا للأبد على حسين وأولاده هذا لطمنا للأبد على حسين وأولاده هذا لطمنا للأبد على حسين وأولاده وحسين 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 قدم عزيزي باب الشهداء قدم حبيبي مأجور بهوى أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا وحسين 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 أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا على حسين ولاده هذا لقونا للأبد على حسين ولاده هذا لقونا للأبد على حسين ولاده مأجور حبيبي على كيفك براحتك أبويا كلمي كلمي اليوم اليوم نعزي فاطمة اليوم اليوم نعزي فاطمة حسين 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 صوتك عالي وانا حسين 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 يا عباس وين الوعسك نظرها من سعد يا عباس وين الوعسك نظرها من سعد يا عباس الحق يا ابونا يا علي 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 هذا لطمنا للابد على حسين ولاده هذا لطمنا هذا لطمنا للابد 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 إلا لخسفك يا صدر إلا لخسفك يا صدر إلا لخسفك يا صدر إلا لخسفك يا صدر وصوتك إلا لخسفك يا صدر إلا لخسفك يا صدر هذا لطمنا للأبد على حسين ولاده
هذا لطمنا للأبد. هذا لطمنا للأبد. حسين 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 قطعة ويمين العباس قطعة ويمين العباس وين صوتك قطعة ويمين العباس قطعة ويمين العباس واسير الحجة صوتك قطعة ويمين العباس قطعة ويمين العباس قطعة ويمين العباس حسين 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 صوتك يوصل للعالم كله صوت واحد لبيك يا حسين 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 لبيك يا عباس لبيك يا عباس يا ابو فاضل قوم لينا حرقة وخيمنا علينا يا ابو فاضل قوم لينا يا ابو فاضل قوم لينا وانت ماشي بارك الله فيك يا ابو فاضل قوم لي انا 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 وويل على العباس وويل على وويل واويلي 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 الله الله حسين وانا بالسيوف مقطعينه الله 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 حسين وانا الله الله حسين وانا وين صوتك الله الله حسين وانا الله الله حسين وانا وانت ماشي بارك الله فيك الله الله حسين وانا الله الله حسين وانا حسين 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 اليوم نعزي فاطمة اليوم اليوم نعزي فاطمة اليوم اليوم نعزي المصطفى اليوم اليوم نعزي المرتضى اليوم اليوم نعزي المنتظر وويلي على العباس وويلي وويلي امشي وويلي 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 امشي وويلي 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 على العباس وويلي يا عباس جيب الماي للسينة يا عباس شو الحرم عطشانه لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين وويل
واوالي 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 على الأرباش واوالي واوالي على الأرباش واوالي واوالي على الأرباش. اليوم اليوم نعزي فاطمة اليوم نعزي فاطمة اليوم اليوم نعزي فاطمة امشي امشي اليوم اليوم نعزي فاطمة اليوم اليوم نعزي فاطمة اليوم اليوم نعزي المرتضى اليوم اليوم نعزي المنتظى وويلي على العباس وويلي على العباس وويلي وويلي على العباس وويلي وويلي على العباس وويلي وويلي امشي وانت ماشي وويلي على العباس وويلي على العباس وويلي اسمعني اسمعني لبيك يا حسين Thank you.